طماطم 750، الخيار بلف، الباذنجان 750، القرع بلف، بطاطم 750، البصل 750، كله غالي. غالي يا والله. شنو سبب الغلاء هذا؟ السبب بس مو ما يجي من غير مكان، بس ما العراقي. اي بس العراقي، اجل القرنبيط بلف، القرنبيط بلف دينار غالي. كله ربع. كله ربع. ايه. منين تجيب؟ هذا كله اغلبيته، لو موصل له 40 ماكو. بعد كم يوم يعني بعد فترة يجي من جنوب. المواد اللي من الموصل؟ والله كل اغلبيتها من الموصل، بس الفجلة الناعم مال اربيل سحاليا، بس ماكو شغلات بسيطة، بس نحن اكو شغلات نجيبها من اربيل، يعني مثل الرشاد البقدونس اكو مال الموصل ما نجيبه. عندك البصل ب 700، عندك طماطم ب 700، خيار ب 700، والله العظيم مواطن يعني تعب حيل كان، يعني عندنا جماعة هنا بالنص كله ياخذون، والله العظيم بالنص كله. اليوم والله كنت تجي تقول له خيار بلف تنهزم، ما عندها حق العالم، تشتغل تاكل. ماكو رواتب، رواتب الرعاية على الناس وناس. سوق الطماطم، بطاطا، بصل، حسب ما عنده احنا يعني طلبية اللي عندنا نحتاجها بالبيت نسوق من عنده. الطلبية موجودة هسه، باقي من الطلبية؟ باقي من الطلبية بامية وسلق وهذا تقريبا. شفت الأسعار؟ الأسعار الرجل هو يبيع ما من المعاش، لأنه هو نوبات المعاش يصعدوا ونوبات ينزلوا، فهو يبيع على حسب السوق. أنت كونك مواطن تشوفه مرتفع السعر لو منخفض؟ والله هو أشوفه اليوم مرتفع، يعني المسواق المعاش غالي اليوم.